رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب إذ جاءها المرسلون. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا لفي ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين.
صدق الله العظيم. Hazreti Fahri Alem
Yalnız söyleyin.
البارد واركا ويوكد إنس ملاك أرش فرش Çelebi Hazretleri'nin ruhu için Mevlid sahibinin ve buraya uzaktan ve yakından teşrif edip amin diyen şu cemaati müsliminin ölmüşlerinin ruhları için bilhassa Allah rızası için El Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء يا حسرة على
يحزنون ألم يروا كما أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون فآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم فلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم فالقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون فآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون
Evvela
Mustafa'yı birbirine
سنين قرن بي قدري جميل بالعنايا ذا الممشتي لو جليل رحمة للعالمين دير محمد مصطفى
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين صدق الله العظيم أظن جبيره يرسل yanmaz mısın? Al nice bir uyursun uyanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında dellallar çağırır inanmaz mısın? Dellallar çağırır inanmaz mısın? Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında Yunus sen bu dünyaya niye geldin Yunus sen bu dünyaya niye Sin dilin Allah Allah gece gündüz hakkı zikret sin dilin Enbiya'ya uğramaz ise yolun Enbiya'ya uğramaz ise Göçtü kervan kaldık dağlar başında Allah Allah göçtü kervan kaldık dağlar başında Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah ömrün yitirmiş Viranemiye aklın yitirmiş divanemiye ömrün yitirmiş divanemiye aklın yitirmiş divanemiye Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah kanat nurunu Döner dururum, yanar kururum, pervanemiyem.
kestanemiyem. Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim, yolun izlerim mestanemiyem. Allahu Allah, 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 Allahu Allah. Ezel ve
Amen.
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. فذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. أتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا عما يصفون. وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها أولها وآخرها سرها وعلانيتها ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا وبالمسلمين فيما جرت فيه المقادير. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على النحو الذي يرضيك عنا. واجعله قائدنا إلى جناتك جنات النعيم. واجعله لنا في القبر مؤنسا وعلى الصراط مثبتا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وكم شعودوز ياسين شريفي بديار سوري شريف لريف حظل كرمين لقبول إلى ناصل الله سواب أولا بيغمبرمز حضرة محمد مصطفى
sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin mübarek ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Hazreti Adem'den Hazreti Hatem'e kadar gelmiş bütün peygamberlerin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Kur'an-ı Kerim'i elden ele, dilden dile, gönülden gönüle bizlere kadar ulaştıran sahabe-i kiram, tabi'in, tebe-i tabi'in, müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurra, huffaz ve bir cümle hamele-i Kur'an-ı Ruhuna hediye eyledik, vasıl eyle. Din için, vatan için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Analarımızdan, babalarımızdan, aba ve ecdad, akrabayı, taallukat, komşu ve yaranlarımızdan ahirete göçmüş olanların cümlesinin ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Özellikle mevlid sahibi Yakup Maraz abimizin tüm ölmüşlerinden, Maraz ailesinden, Kaya ailesinden, Mıh ailesinden ve tüm ölmüşlerinden ahirete göçmüş olanların cümlesini ruhlarına hediye eyledik, vasıl eyle. Kabirlerini pür nur, makamlarını cennet eyle. Bizler de onların halleriyle hallendiğimizde imanı kamil, hüsnü hatime ile beraber huzuruna varmayı bizlere nasip eyle. Ya Rabbi, mevlid sahibi Yakup abimizin bu mahallede yaptığı, inşa ettiği yeni evi kendisi hakkında huzurlu, mübarek, bereketli, hayırlı eyle. Amin. Ya Rabbi, bu evde yapacağı ibadetleri, salih amelleri, ebedi mutluluk meskeni olan cenneti cennete girmesine vesile eyle. Amin. Cami komşusu olarak 5 vakit namazını camide cemaatle kılmayı kendisine ve bütün cemaatimize nasip eyle. Amin. Ya Rabbi, anamızı, babamızı affeyle. Amin. Bizlerden razı eyle. Amin. Bütün ehli hukuku bizlerden razı eyle. Amin. Daima rızanı gözeterek hareket etmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Çoluk çocuğumuzu ıslah eyle. Amin. Ya Rabbi, onlar bize senin emanetin. Onları İslam'a, vatana, millete ve insanlığa hayırlı birer evlat olarak yetiştirmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Zor bir zamanda yaşıyoruz. Hem evlatlarımızı hem de bizleri bu zamanın şerlerinden, fitnelerinden muhafaza eyle. Amin. İslam'ı ve ehlini aziz, mansur ve muzaffer eyle. Küfrü ve ehlini hakir ve zelil eyle. Amin. Zulüm altındaki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle. Amin. İdarecilerimize istikamet ve basiret nasip eyle. Amin. İslam'ın ve memleketimizin lehine kararlar almalarını nasip eyle. Amin. Askerimize, polisimize yardım eyle. Amin. Ümmeti Muhammed'in hastalarına şifa, dertlilerine deva, borçlularına ödeme kolaylıkları nasip eyle. Amin. Aile yaşantımızı İslami eyle. Amin. Evli olan çiftler arasında ülfet ve muhabbet bağlarını teyit eyle. Amin. Ahlakımızı güzel eyle. Amin. Cümlemizi helalinden rızıklandır, haramlardan son derece uzak eyle. Amin. Hatalarımızı, kusurlarımızı, günahlarımızı affeyle. Amin. Ya Rabbi, bizlerden hayırlı dua isteyen mümin kulların var. O mümin kardeşlerimizin ne kadar hayırlı arzu ve istekleri varsa ikram eyle. Amin. Cennetinle, cemalinle müşerref eyle. Amin. Kelime-i şehadeti söyleyerek imanla beraber şehit olarak huzuruna varmayı bizlere nasip eyle. Amin. Dualarımızı fazl-ı kereminle kabul eyle. Amin. As-salatu vesselamu aleyke ya Resulallah. As-salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. As-salatu vesselamu aleyke ya Seyyidel evvelin vel ahirin. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة